هاي قناتي على اليوتيوب زي ما احنا عارفين. يوتيوب عشان يدفعوا لي فلوس لازم يكون في اشياء موجودين. بدكم تركزوا معي كتير منيح ولازم تحضروا الفيديو للاخر. بس اول شيء شو؟ واو، بس هيك نظفت الشاشه من زمان. خليني ندخل بصلب الموضوع، ليش يوتيوب ما بدفعوا لي فلوس؟ بوعدكم غير اخلي الفيديو سريع وبسيط، بس بحتاجكم تخلصوا الفيديو للاخر، بشرح لكم ليش بنهايه الفيديو. كثير ناس بتسأل محمد ليش ما بتحط صور مصغرة لفيديوهاتك اليوتيوب؟ محمد ليش انت الجودة تبعت الفيديوهات تبعتك مش عالية؟ حسنها. محمد ليش الخلفية عندك مش حلوة؟ خليني اجاوب عليك. اول شيء خلينا نفهم شو الفيديوهات اللي انا بنزلها على اليوتيوب. بجوز 99% منكم لقوني عن طريق التيك توك، فانا زي ما انتم بتعرفوا بروح لايف على التيك توك وبعمل لايف وبصور اللايف باستخدام هذا التليفون وبنزله على اليوتيوب. اذا انتم مش عارفين انا اللايف بصوره في التليفون اللي انا ماسكه هلا، هذا ايفون 10، هذا ايفون 5S، دائما بصوره عندي باللايف اني شباب حصور فيديو يوتيوب. هذا يا جماعه عمره 6 7 سنين، المقطع الاول صورته فيه. هذا هو السبب ليش انا الجوده تبعتي تبعت الفيديوهات مش عاليه لما اكون منزل على اليوتيوب جلسات اللايف. السؤال الثاني، محمد ليش ما بتنزل صوره مصغره؟ يا جماعه اللي ما بعرف، الصوره المصغره بدها وقت، مرات صراحه بتاخذني، بديش اقول قد تصوير الفيديو، بس بتاخذني مرات بالساعات اعتمادا على نوع الصوره وقديش انا حاب احط جهد. لما انا اجي انزل فيديوهات اللايف انا بس بدي انزل بسرعه للناس اللي هم اجوا على اللايف متاخر وحابين يشوفوا الدرس، زي ما انتم عارفين الدروس بسيطه، فما كنت بالبدايه حابب اني انزل صوره مصغره. واخر شيء محمد انت خلفيتك كتير سيئه، غيرها. انا بصور اللايف بالغرفه، مستحيل اني اصور اللايف بالغرفه بس اليوتيوب فيديو اليوتيوب يطلع محل ثاني الا ما يطلع بنفس المكان. في ناس بتقول محمد على الاقل خلي هاي الجوده، ما بدنا اكثر. انا مستعد اخلي هاي الجوده واعمل صور مصغره واتعب على فيديوهات اليوتيوب اذا الناس بتخلصها للاخر، لانه لسه انا مش حاكي لكم ليش يوتيوب ما بتدفع لي فلوس، حطيته انا بنهايه الفيديو. فاذا انتم خلصتوا هاي الفيديوهات وبلشتوا تحضروا فيديوهاتي للاخر، انا بكون اكثر من مستعد وبكون سعيد اني انا ابذل في الفيديوهات هاي جهد اكثر واتعب عليها اكثر، وفعلا اني انا اقدم لكم بالضبط اللي انتم بتدوروا عليه، محتوى مفيد وكمان مقدم بطريقه مرتبه. الفكره كلها اني انا على التيك توك ببذل جهد كثير اقل من ناحيه صناعه الفيديو، من ناحيه التصوير، من ناحيه المونتاج، وبيجي عليها مشاهدات اكثر وفولورز اكثر وهي الشغلات اكثر. بس انا فعلا حابب اني ما اظلم جماعه اليوتيوب، الناس اللي بتابعوني كل اسبوع كل اسبوع كل اسبوع، حابب اني انا اقدم لكم شيء حلو، بس بنفس الوقت انا محتاجكم انه بس تخلصوا الفيديو، هذا اكثر شيء انا محتاجه منكم. فشو الاقتراح اللي ببالي؟ انا بطلع لايف كل جمعه وكل سبت. اذا ردت فعلكم كانت حلوه على هذا الفيديو، اجى عليه عدد مشاهدات حلوه، كومنتات حلوه، لايكات حلوه، هاي الشغلات، انا بصير كل جمعه وكل سبت الظهر او على العصر بصور الدرس على الكاميرا هاي بطريقه حلوه، بعمل له مونتاج، صور مصغره، كل الشغلات الحلوه بسويها انا على الظهر او على العصر، بحيث اني انا لما اجي اطلع لايف بالليل يوم الجمعه ويوم السبت بصور لايف عادي، بس اخلص انزل الفيديو اللي انا مجهزه لليوتيوب عشان جماعه اليوتيوب او اي حدا ما حضر اللايف يلاقي شيء مرتب بيستناه، كله بيعتمد على رده فعلكم لهذا الفيديو. بقول لكم هالشغله على السريع، شايفين هاي قناتي على اليوتيوب زي ما احنا عارفين، يوتيوب عشان يدفعوا لي فلوس لازم يكون في اشياء موجودين، فوق الألف سبسكرايبر الحمد لله وشكرا يعني لكم كلياتكم، عندي انا فوق الألف سبسكرايبر، بس مفروض يكون عندي 4000 ساعة مشاهدة من فيديوهاتي، انا بس عندي 607، لعبين ما هذا العداد يصير على الاخر، لعبين ما يصير عندي انا 4000 ساعة مشاهدة ما حيجيني فلوس. فعشان هيك انا بحكي لكم لو سمحتوا اللي حابب يساند اللي مهتم ادخلوا على هاي القناة، ولما تحضروا اي فيديو حاولوا انكم تحضروه للاخر. فاذا انتم مستعدين انكم تساندوني بهاي الطريقة انكم بس تحضروا الفيديو للاخر، يعني ما بدي حدا يكبس لايك بعدين يحضر الفيديو، لا لا، احضر الفيديو للاخر بعدين اذا حبيت اكبس لايك وحط كومنت اللي بدك اياه. اذا مستعد انت تحضر الفيديوهات للاخر انا بكون مستعد اني ابذل هذا الجهد الزائد واعمل لك صور مصغرة واعمل لك فيديو فيه تعب اكثر، انا بكون جاهز. الموضوع بالاخير برجع لكم واعطوني رايكم بكومنت. شكرا كثير.